ناس او جمهور الاهلي. الاهلي وصل للمباراه النهائيه في دوري الابطال وخسر في المباراه النهائيه بفعل فاعل في نهائي دوري الابطال، وجمهوره زعلان ومتضايق ان هو ما خدهاش للمره الثالثه على التوالي. فانا كلاعبين، لان الله يعني بصراحه بجد الله يكون في عون الجمهور، لان الجمهور هو جمهور النادي الاهلي جمهور مختلف، جمهوره ما بيحتفلش الا في الانتصارات فقط، ومش اي انتصارات بالمناسبه، يعني مش اي انتصارات. زي ما قلت لحضراتكم انا لما كسبت 5-3 كان في بعض من جمهور الاهلي متضايقين شويه ان احنا دخل فينا 3 اهداف. فبالتالي اللعيبه اللي انا وكل جمهور النادي الاهلي بيحبهم يجب ان يتقبلوا النقد، ولازم الجهاز الفني في النادي الاهلي يصحح الاخطاء، لان بالفعل كان هناك اخطاء، ولو ما قلناش هذا الكلام هتبقى عندنا مشكله كبيره. فانا بقول هذا الكلام، بقول كلام جمهور النادي الاهلي اللي بيتقال لي واللي انا بتناقش فيه معاهم. اخطانا وبالتالي استحقينا كل اللي بيحصل من امبارح لغايه النهارده، مع انه كان ممكن جدا في التلت ساعه او في ال 25 دقيقه اللي النادي الاهلي لعبهم ايديال او مثاليين، كان ممكن جدا 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 اجيب جون واثنين وثلاثة، جون واثنين وثلاثة، لكن ما جبتش.